عندنا زيارة جدلية مثيرة من الرئيس جو بايدن للمملكة العربية السعودية في ظل يعني أزمة اقتصادية كبيرة في العالم كله. لا أقرأ هواية أشياء عليها اليومين ولا آراء مختلفة، وخلي أقول لكم شنو رأيي بالموضوع بعد ما نشرح شنو الزيارة هاي باختصار، فنحكي وراء الفاصل. لا تنسوا مسابقة إيفس اللي تفاصيلها بنهاية الحلقة اللي ممكن تربحون بيها $500. جو بايدن رئيس أمريكا سافر من واشنطن ليقوم بجولة بالشرق الأوسط، وأهم شيء بالجولة هي زيارته للمملكة العربية السعودية، قبلها راح للإسرائيل. أهم شيء بالزيارة هي السعودية واللقاء ويا الملك وأيضا ويا ولي العهد محمد بن سلمان آل سعود. هذه مهمة لأنه بايدن يعني عكس ترامب قبله انتقد الحكومة السعودية أكثر من مرة في حملته الانتخابية وتكلم عن حقوق الإنسان بالسعودية، وهذا سوى مشكلة وسبب يعني خلل بالعلاقة بين الدولتين أمريكا والسعودية. الزيارة تشمل حضور مؤتمر مجلس التعاون الخليجي، وأيضا موجودين بالمؤتمر راح يكون العراق ومصر والأردن. أوكي، فخلي نشوف شنو الوضع أولا وشنو سبب الزيارة. كل تقول يعني هو موضوع النفط وحث السعودية على إنتاج النفط لتعويض النفط الروسي اللي لحد الآن يعني السعودية ما مستعدة تقوم به. السعودية سوت دعوة لجو بايدن للحضور وهو قرر يروح، وهاي فرصة إلا حتى يتكلم ويا القادة السعوديين بموضوع النفط اللي هو ممكن يكون من أكبر الأسباب اللي منزلة كل أسواق بالعالم. الأسعار العالية لبرميل النفط تزيد المصاريف على الكل، ما يسبب زيادة الأسعار وزيادة التضخم اللي بالناتج يأثر على كل الأسواق مثل ما قلنا. إذا صار اتفاق وزاد إنتاج النفط من المجموعة الخليجية مثلا العراق أيضا، هذا ممكن ينزل أسعار النفط ويعيد التوازن. وأسعار النفط حاليا شوية نزلت بس الكل يعني تريد هبوط أكثر لأنه هذا النزول مو فد شيء قوي. أكو هواية ناس ضد الزيارة بأمريكا يعني يقولون انه بي تنازل من رئيس امريكا، وبايدن كتب مقاله على الواشنطن بوست شرح بيها ليش دي يسوي هاي الزياره. ممكن تقروها، راح احط يعني احط الرابط بالوصف. باختصار يقول السعوديه سوت هواي اشياء زينه من بديت بالحكم، ساعدت موضوع اليمن واطلقوا سراح امريكيين محجوزين، ورغم انه سياستنا في دعم حقوق الانسان ما تتغير، بس هذه يعني مبادرات جيده. ويقول اني ما اريد أكثر العلاقة بين أمريكا والسعودية لأنها علاقتنا صار لها 80 سنة وقوية جدا، بس أريد أغير سياسات الصكوك المفتوحة ونبني طريق جديد مختلف. بس خليني أنا هنا أقول لكم رأيي الشخصي في الموضوع، وأنتوا تتفقون وياي أو لا هذا طبعا راجع لكم وكل واحد عنده رأيه. الموضوع هو يعني بديهي بس يمكن هو بالدول العربية صعب يفهموه، صدقوني يعني حتى بالدول الغربية أكوهاي ناس ما يفهموا. رئيس بأمريكا يعني مو ملك، ما يملك سلطات ملك، الرئيس موظف الشعب اختاره لهاي الوظيفة لفترة معينة، وهاي الوظيفة مو سهلة، أكو عدة موازنات لازم يسويها حتى ينجح بها، عكس ترامب قبله اللي كان يسوي كل شيء لمصلحته بدون ما يفكر بالشعب ويقرر بدون ما يسمع الخبراء. بايدن اتخذ هذا القرار لأنه يتصرف كموظف، مسؤوليته حماية ومنفعة الأمريكيين، مسؤوليته يسوي أي شيء حتى يقلل التضخم مثلا، يعني يدعم الناس اللي ما عندهم فلوس بنزين. إذا بهاي زيارته حقق هذا الشيء بس شافون الناس كتنازل، أنا شخصيا أريد هيك رئيس يحكمني، لأن عنده نكران ذات سياسيا أيضا، وحسب اللقاءات اللي راح يعني تصير وإذا جابت نتائج جيدة خاصة اقتصادياً، هاي تدعم حظوظ حزبه بالنجاح بالانتخابات هاي السنة وتخليه موقفه كرئيس أقوى، لذا بالكونغرس هم أغلبية ديمقراطية. بس بالنهاية يعني ما أشوف أي غلط بالزيارة هاي، بالعكس أشوف هذا التنازل يعني شيء إحنا لازم نترجاه من حكامنا بالشرق الأوسط، لأن يعني إذا بي مصلحة الشعب يعني ليش ما نريد هذا الشيء؟ طبعاً مو كل الحكام، عندنا حكام وأمراء وملوك معيشين شعبهم يعني برفاهية أكيد، بس دولة يعني عادة شواذ القاعدة. وهذا رأيي، وبعد أنتم كيفكم، ولا تنسون تشاركون بالمسابقة
وجائزة $500 عن طريق حساب الدمو لمنصة إيفس. التفاصيل مكتوبة نعم.